بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال الجزء اللي احنا بدأناه بعد ما انتهينا خلاص من دراسة الأوبتيكال مينرولوجي أو بصريات المعادن، هنبتدي النهاردة مع بعض إن شاء الله في الجزء الخاص بالروك فورمينج مينرالز أو المعادن المكونة للصخور. أكيد طبعا هنستعين بالصفات اللي كنا بندرسها إن هي هتساعدني في التعرف على المعادن، فهنبتدي النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في المعادن. اول حاجة طبعا كمقدمة لازم اكون عارفة يعني ايه المينرولوجي او المينرال ساينس اللي هو علم المعادن. The study of الكيمستري, atomic structure, physical properties and genesis of minerals هو العلم اللي بيهتم بدراسة كيمياء التركيب الذري، الخواص الفيزيائية، نشأة المعادن وتكوينها، بنسميه طبعا علم ايه المعادن او المينرولوجي. عندي بعض الفروع الجانبية أو sub fields الخاصة بعلم المينرولوجي. أول حاجة descriptive mineralogy أو علم المعادن الوصفي، وده العلم اللي بيهتم بدراسة ال physical and optical properties، الخواص الفيزيائية والخواص البصرية. بعد كده ال crystal chemistry، وده اللي بيهتم بالعلاقة بين relationship بين ال chemical composition وال atomic structure، بين التركيب الكيميائي والتركيب ايه الذري، فبنسميه ايه كيميائي البلورات. اما الكريستالوجرافي فده علم البلورات، بيهتم بالكريستال سيمتري يعني التماثل البلوري. واحنا بندرس في البلورات وكنا بنقسم البلورات اللي عندنا لسبع فصائل، كنا بنقول ان كل فصيلة من الفصائل لها سيمتري لو او قانون تماثل خاص ببلورات الفصيلة بس. فعلم البلورات بيهتم بالعلاقة بين الكريستال سيمتري او التماثل البلوري مع الايه مع الاتوميك ستراكشر او التركيب الذري. طيب المينرال جينيسيس ايه اصل نشأة المعادن، وده العلم اللي بيهتم بايه بالوضع الجيولوجي بتاع المعدن، الفيزيكال كيميكال ستراكشر، الظروف او الخواص الفيزيائية والكيميائية والتركيبية بتاعة المعدن، وكمان الايه المعادن المصاحبة للمعدن بتاعي. علم المينرولوجي او علم المعادن هو علم مهم جدا في دراسة علوم الجيولوجيا الاخرى زي ايه، زي مثلا البترولوجي. البترولوجي ده هو علم وصف الصخور. The study of the origin of rocks, evaluating the structure, texture and chemistry of their minerals. العلم ده بيهتم بدراسة ايه، ان انا اتعرف على الانسجة والتركيب بتاع مين بتاع المعادن، لانه اصلا الصخر عبارة عن مجموعة من المعادن. لو انا ما قدرتش اتعرف على التركيب المعدني للصخر مش هقدر اسمي الصخر، فلازم اكون دارسة المعادن كويس اقدر اسمي المعادن، وبالتالي اقدر اعرف اسم ايه الصخر بتاعي. عشان كده علم المعادن هو علم مهم جدا في دراسة علم البترولوجي اللي هو ايه علم الصخور. الجيوكيمستري، علم الجيوكيمياء بيهتم بدراسة ايه الكيمستري بتاعة المينرال، بدرس الكيمياء بتاعة المعادن، سواء المعادن الموجودة على سواء وهي على السطح او موجودة تحت سطح الارض في ظروف من الهاي بريشر هاي ايه تمبريتشر. طيب الاستراكشر جيولوجي اند تكتونيكس، الجيولوجيا التركيبية او التكتونية دي بتدرس الديفورميشن اللي بيحصل للصخور، التشوه اللي بيحصل للصخور، وده controlled by the orientation and crystal structure of its minerals، وده برضو ليه علاقة بإيه بإن أنا أعرف التركيب والتوجيه بتاع مين المعادن. طيب بعد كده الـ environmental geology أو الهيدرولوجي اللي هي الجيولوجيا البيئية، الجيولوجيا البيئية بيدرس تفاعل الغلاف الحيوي البيوسفير، الغلاف المائي الهيدروسفير، والغلاف الجوي اللي هو الاتموسفير مع الليسوسفير. الليسوسفير ده اللي هو عبارة عن ايه عن صخور ومعادن، فهي بتدرس تأثير الغلاف الحيوي والمائي والجوي على الصخور وايه والمعادن. اخيرا عندي الجيولوجيا الاقتصادية او الايكونوميك جيولوجي، وده بيدرس الايه البينيفيكيشنز او الفوائد بتاعه ايه المعدن، وكمان تركيزات المعدن في الرواسب ايه المعدنية. طيب اخدنا اكيد قبل كده تعريف علم المعادن، سوري تعريف المعدن. طبعا المعدن لازم يكون ايه اوكيرنج في صوره صلبه، لازم يكون لي اوردر اتوميك ارينجمنت يعني لازم يكون لي ترتيب ذري، وكمان ديفينيت كيميكال كومبوزيشن، ولازم يكون بيتكون فورمد باي ان اورجانيك ايه بروسيس بطريقه غير عضويه. طيب عندي الكلاسيفيكيشن اند نيمينج اوف مينرال، تقسيمات المعادن. اول تقسيمة اللي احنا قسمنا عليها المعادن في الترم الاول اعتمادا على ايه الانيونات، وكنا بنقسمها الاوكسايد، سيليكيت، سولفايد، زهولايد، فوسفات وغيرها.
طيب، وممكن اقسمها اعتمادا على الايه، الكريستال ستراكشر. بعض المعادن بتتسمى باسم الاماكن، البليسز او البيبول او ايه، او الكيمياء بتاعتها. طيب يبقى احنا بنقسم المعادن اعتمادا على ايه، على الانيونز، على الشق الانيوني، زي اللي بقسمها الاوكسيدز وسيليكيت وسلفايدز وهالايدز وفوسفات. واحنا ان شاء الله في الدراسه بتاعتنا هنهتم بدراسه السيليكيت مينرالز، وهنعرف ليه السيليكيت مينرالز. الصوره دي بتقول لي ان التركيب الداخلي بيعكس يعني المينرالز اتومز ار ريجولارلي ارينجد. الترتيب ده هو اللي بيعكس الشكل الخارجي، يبقى الشكل الخارجي هو انعكاس للتركيب الداخلي بتاع مين، بتاع المعدن. الكوردينيشن نمبر، لازم اكون عارفه تعريف الكوردينيشن نمبر والاي والراديوس ريشيو. الكوردينيشن نمبر هو النمبر اوف الانيونز ذات سراوندد كاتيونز ان ان ايونيك كريستال. يعني لو بصينا في الفيجر دي هلاقي ان الكاتيونز الرمز بتاعها اللي هي السيركل المظلله، والانيونز السيركل ايه الفارغه. فهلاقي ان في اللينير، في الشكل اللينير ده عندي 2A من الانيونات، عشان كده الكوردينيشن نمبرز بتاعها 2. اللي بعدها الترايجونال عندي ايه 3A من الانيونات، فالكوردينيشن نمبر 3، وهكذا. يبقى هو النمبر بتاع الانيونات اللي بتبقى ايه surrounded للكاتيونز ان الايه الايونيك كريستال. الراديوس ريشيو هو الراديوس بتاع الكاتيون مقسوم على الراديوس بتاع مين، الانيون. زي ما قلت واحنا بنقسم المينرالز، وقلت ان انا بقسمها اعتمادا على الشق الانيوني، فقلت ان انا عندي اوكسيد، سيليكيت، فوسفيت، هالايدز، وقلت ان احنا هنهتم بدراسه السيليكيت مينرالز. طب ليه احنا بنهتم في دراسه المعادن بالجزء الخاص بالسيليكيت مينرالز؟ لانه حوالي 1/3 اوف اول نون مينرال سبيشيز ار سيليكيت، حوالي تلت المعادن المعروفه عندنا بتنتمي لمجموعه معادن السيليكيت. زي معادن مين؟ زي معادن الاولوفين، البيروكسين، الانفيبول، المايكا، الكلي، الفلسبار، الكوارتز، والجارت. ودي بتمثل حوالي 95% من الايرثز كروست. كمان الابر مانتل تركيبه بيتراوح من 37 ل 51% من تركيب الابر مانتل معدن الاولوفين، من 26 ل 34% الاورثو بيروكسين، من 12 ل 17 الكلاينو بيروكسين، ومن 10 ل 14 معدن الجارنت. الجارنت بيمتد حوالي 2900 كيلو متر، عشان كده معظم المعادن المنتشرة عندنا على الايرث هي عبارة عن معادن الاولوفين أو مكافئات الأولوفين. طيب السيليكيت مينرالز التركيبة عبارة عن 2 أتومز اللي هي السيليكون والأكسجين، بيكونوا لي حاجة اسمها السيليكون أكسجين تترا إيه هيدرون. لما بيتحد السيليكون والأكسجين في السيليكيت مينرالز بيكونوا لي مركب اسمه إيه، السيليكون أكسجين تترا إيه هيدرون، بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، عبارة عن ذرة سيليكون مرتبطة بأربع ذرات من مين، من الأكسجين. السيليكيت مينرال بتنقسم اعتمادا على الكريستالين ستراكشر. تمام، البيزك يونتس او الوحدة الأساسية في السيليكيت مينرال زي ما قلنا السيليكون أكسجين تتراهيدرون، وهي عبارة عن 1 سيليكون اتوم، ذرة سيليكون واحدة محاطة بايه، بأربعة من الأكسجين ايه اتوم. طيب السيليكيت مينرال ممكن الاقي السيليكون أكسجين تتراهيدرون موجودة كايزوليتد يونت SiO4، وممكن يحصل شيرنج من خلال واحدة أو أكتر من الأكسجين أتوم. لو حصل شيرنج بكل الأكسجين أتوم بتكون لي ستراكشر بنسميه الفريم ورك ستراكشر، زي ما هنشوف في الفيجرز اللي جاية. هنا الـ SiO4 حصل شير في الجزء في آخر، أول حاجة هنا الأيلاند سيليكيت اللي هي الأيزوليتد SiO4، بعد كده عندي 2 SiO4 الرينج، السنجل، الدبل تشين، حاجة اسمها الشيت سيليكيت، آخر حاجة الفريم ورك سيليكيت. ودي لما حصل شيرنج بكل ذرات الأكسجين المرتبطة بإيه، بالسيليكون، فاداني إيه الفريم ورك سيليكيت. طيب السيليكيتس جروب بتنقسم إلى النيزو سيليكيت، السورو سيليكيت، السايكلو سيليكيت، الإينو سيليكيت في منها حاجتين، السنجل تشين والدبل تشين، بعد كده الفيلو سيليكيت، وآخر حاجة اللي هي التيك تو إيه سيليكيت. لازم
لازم نعرف مجموعة من المعادن اللي بتنتمي لكل سب كلاس من دول. فمثلا النيزوسيليكيت بينتمي ليه، اشهر المعادن اللي بتنتمي ليها الاولوفين، الجارنت، الزيركون، الكيانايت. السيروسيليكيت زي اللوسونايت والابيدوت. السايكلوسيليكيت زي البيريل والكورديرايت والتورمالين. الانوسيليكيت اللي هي السنجل تشين اللي هي معادن البيروكسين زي الانستاتايت والاطمايت والاوجايت والجادايت والويلستونايت. الانوسيليكيت الدبل تشين زي معادن الامفيبول زي معدن الهورن بلند. الفيلوسيليكات زي الكاولينايت. التكتوسيليكات زي الكوارتز والتريديمايت. هنبتدي ان شاء الله مع بعض في المحاضرة بتاعت النهاردة ان احنا ندرس بعض المعادن اللي تنتمي لمجموعة النيزوسيليكات او الايلاند سيليكات اللي كل تركيبها عبارة عن ايزوليتد ايه؟ SiO4 سيليكون اكسجين تترا هيدرون ايزوليتد. خلاص يعني هلاقي في التركيب الكيميائي SiO4. طيب ايه اشهر المعادن اللي بتنتمي للنيزوسيليكات او الايلاند سيليكات؟ اول حاجه معدن الاولوفين مكتوب بين قوسين سوليد سوليوشن سيريز، ومكتوب كمان ان هو من الام ايه من الامبورتنت روك فورمينج مينرالز، من المعادن المهمه جدا ايه من المعادن المهمه جدا اللي بتكون الصخور. طيب يعني ايه سوليد سوليوشن سيريز؟ واحنا بندرس الزونينج في الاوبتيكال بروبرتيز بتوين كروز نيكلز قلنا ان الزونينج ده بيبقى موجود في المعادن اللي بتتميز بالسوليد سوليوشن سيريز. يعني بيبقى عندي تو اند ممبرز، عندي الاولوفين ده سلسله معادن، عندي تو اند ممبرز وبين التو اند ممبرز دول مجموعه من المعادن الاخرى، بين المعدنين دول تركيبهم رينج بين المعدنين دول بين الاثنين دول. فكان الاولوفين رينج بين الفورشتيرايت والفايلايت زي ما هنشوف كمان شويه. تاني معدن بينتمي لمجموعه النيزوسيليكيت او الايلاند سيليكيت هو معدن الجارنت. الجارنت ده هي مجموعه معقده جدا بينتمي لها مجموعه من المعادن. الجارنت هو معدن شهير في الصخور المتحوله، نادر الوجود في الصخور الناريه، بيتميز ان هو موجود في فصيله الكيوبيك سيستم الدوديكاهيدرون كريستال فورم، شكل الدوديكاهيدرون اللي هو ايه ذو ال 12 وجها المعيني. اشهر معادن الجارنت لان احنا قلنا ان دي كومبلكس جروب زي البيروب والالماندين والجروسولر. بعد كده هندرس مجموعه اسمها الالومنيوم سيليكيت. الالومنيوم سيليكيت دي مجموعه من المعادن بتتكون من ثلاث معادن، بينتمي لها معدن الكيانات وزي ما هنشوف هو ليه بوليمورفيك جروب. بعد كده ايه معدن الزيركون. يبقى هندرس ان شاء الله في النيزوسيليكيت اربعه، الالوفين الجارن الالوفين جروب الجارنت جروب الالومنيوم سيليكيت وايه ومعدن الزيركون. هنبتدي مع بعض بأول معدن من المعادن اللي بتنتمي للنيزوسيليكيت اللي هو معدن الزيركون اللي هو تركيبه زيركونيوم سيليكيت ZrSiO4. الزيركون بيتميز بأن هو بيحتوي على الهافنيوم في رينج بيتراوح من 1 لـ 4%، بيتبلور في فصيلة التتراجونال الرباعي. بيتميز الزيركون ان هو بيتميز بفرايتي في الكولرز بتتراوح من كولرليس ليلو جولدن لريد لبراون اند جرين. عينات الزيركون الشفافة بتظهر جودة الأحجار الكريمة وهي بديل شائع للإيه للدايموند أو الإيه الماس. طيب ايه هي اكتر الاوبتيكال بروبرتيز بتاعت اللي بتميز معدن الزيركون؟ زي ما قلنا قبل كده ان الكيميكال كومبوزيشن بتاعه ZrSiO4 بتبوره في فصيله التتراجونال. الكريستال هابت بتاعته ممكن يكون اكوانت او بريزماتيك او كولومينر، ممكن يكون هو نون كليفابل، موجود في الاجنس والميتامورفيك والسيدمنتري روكس، موجود طبعا في الصخور الناريه والمتحوله كاكسسوري كمعدن اضافي. الاكستنشن بتاعه بارل يعني زاويه الانطفاء بتاعته بالصفر، دايما بيبقى ايه not altered. الصوره دي صوره في البلين بولارايزد لايت في الضوء العادي، زد ار ان اللي هو الزيركون، اتش بي ال اللي هو الهورن بليند، بي تي اللي هو البيوتايت. بعد ما بدخل المحلل بلاقي ان الزيركون بيتميز بهاي انترفيرنس ايه كولر. تاني معدن او جروب من المعادن اللي بتنتمي معايا لمجموعه النيزوسيليكيت او الايلاند سيليكيت هو معدن الاولوفين. الاولوفين تركيبه مغنيسيوم ايرن سيليكيت Mg Fe/2SiO4 مع ماينور اماونت من النيكل المنجنيز وايه والكالسيوم. زي ما قلنا ان هو سوليد سوليوشن سيريز، التو اند ممبرز بتوعه اللي هو الفورشتيرايت تركيبه Mg2SiO4 والفايلايت Fe2SiO4. علشان وقلت ان دول التو اند ممبرز وعندي مجموعه من المعادن تركيبها بيبقى عباره عن رينج بين الاثنين، عشان كده انا بعبر عن التركيب بتاع الاولوفين بحاجه اسمها المولر بيرسنت، بالفورشتيرايت رمزه FO والفايلايت رمزه FA. مثلا
فبقول ان الفورشتيرايت نسبته في المعدن ده 70% والفيضات نسبته ايه 30%. طبعا لازم يكون الصمشن بتاع الاتنين 100%، لان هو تركيبه هيبقى عباره عن فورشتيرايت وايه وفيضات. طيب الفورشتيرايت بيتميز بهاي ميلتنج تمبريتشر بتصل ل 1900 درجه، لكن الميلتنج تمبريتشر بتاعت الفيضات اقل شويه، ممكن تصل ل 1200 درجه سيليزيه. في دراسة المعادن مهم جدا ان انا وانا بدرس المعادن طبعا اتعرف على بعض الفيزيكال بروبرتيز اللي بتميز المعدن، وكمان اتعرف على المعدن ده بيميز اي نوعية من الصخور، بيتواجد في صخور ايه، اولا صخور نارية ولا متحولة، موجود في اي نوع من انواع الصخور النارية، حامضية ولا متوسطة ولا قاعدية. طيب فده بنسميه الباراجينيسيس بتاع معدن الاولوفين. الاولوفين بيتبور في فصيلة الاورثرومبيك، بيتميز ان الهاردنس بتاعته 6.5، هو نون كليفبل لكن بيتميز بنوع من الكراكس زي ما قلنا قبل كده اسمه الواي كراكس. الدنست بتاعته مختلفة نتيجة اختلاف الكومبوزيشن. الكالر بتاعه بيكون يعني ديب جرين، كل ما زادت نسبة الايرن فيه ممكن يوجد كحجر كريم، وفي الحالة دي بنسميه ايه البريدوت. الاولوفين بيتعرض لعمليات الالتريشن، بيحصل له التريشن منلي للسيربنتين، واحيانا بيحصل له التريشن للكلورايد. طيب الاولوفين بقى تواجداته في الصخور ايه؟ اولا هو بيتواجد في الصخور البيزك والالترا بيزك روكس. طيب يعني ايه فينوكريست؟ هو طبعا في الصخور البيزك زي الصخر البازلت والدوليرايت والجبرو، بس بيقول ان هو كومن اس فينوكريست ان بازلت. البازلت بيتميز بنسيج اسمه النسيج البورفريتيك. البورفيريتك ده بيبقى تركيبه النسيج ده عبارة عن بلورة كبيرة بنسميها فينوكريست، موجودة في ايه في فاين جرين ماتريكس، في أرضية ناعمة جدا من ايه من مكونات الصخر. يبقى انا عندي البورفيريتك تكشر النسيج البورفيري عبارة عن بلورة كبيرة بنسميها فينوكريست موجودة في أرضية فاين جرين. البلورة الكبيرة اللي سميناها الفينوكريست في صخر البازلت دايما بيبقى تركيبها معدن مين الأولوفين. يبقى الأولوفين بيوجد في الصخور البيزك زي صخور البازلت والدولوريت والجابرو، بالإضافة إلى الصخور الألترا مافيك أو الألترا بيزك روكس زي البريدوتايت والدونايتس. طيب الفايلايت موجود فين؟ في الأسيد لافا. طيب هنستعرض مع بعض كده بعض الخواص الفيزيائيه اللي بتميز الفورشتيرايت وكمان الفايلايت. اول حاجه الاوبتيكال بروبرتيز بتاعه الفورشتيرايت. الفورشتيرايت تركيبه زي ما قلنا ام جي 2 اس اي او 4. الكالر بتاعه ممكن يبقى كالرليس جرين يلو وايت. الفورشتيرايت نون بليوكرويك، ممكن يبقى بريزماتيك او راوندد. بيتميز ان زي ما قلنا ان هو هاي ريليف، هو نون كليفبل بس هو كراكد. الانترفيرنس كالر سكند تو ثيرد اوردر. الباراجينيسيس تواجدات معدن الاولوفين، هو موجود في الصخور المافيك والصخور الالترا مافيك. الالترا مافيك زي البريدوتايت والدونايت زي ما قلنا، والمافيك زي الجبر والدولورايت والبازلت. اولترد المعدن السيربنتين. الفورشتيرايت اولوفين بيحصل له التريشن نتيجه ان بيحصل ازاله للمغنيسيوم واضافه لايه للايرن والميه. دي صورة في البلين بولارايزد لايت لمعدن الاولوفين زي ما احنا شايفين ان هو فعلا راوندد او ايكوانت هاي ريليف في واي كراكس. لما هدخل المحلل اخطر ميزة بتميز الاولوفين ان هو هاي انترفيرنس كولر سكند تو ثيرد اوردر. اهم الاوبتيكال بروبرتيز اللي بتميز معدن الفايلايت طبعا تركيبه اف اي 2 اس اي او 4. الكالر بيليرو او لونه عنبر. بيتميز احنا قلنا ان الفورشتيرايت نون بليوكرويك، لكن ده بليوكرويك من يلو الاورنج البراون. اكوانت او جرانيولر في الهابت، هاي ريليف نون كليفابل بارلل اكستنشن، اولتر دي تو ايدنج سايت او كلوروفايت. طبعا ده لون، وهو الصورة اللي فيها اللون اللي كلها تقريبا يلو ديت، ده في البلين بولاريزد لايت. الصورة الأخرى اللي ظهر عندي فيه ألوان الفيرست أوردر حواليه هو اللون الأصفر العنبر، ده هو معدن الفايلايت. تاني مجموعة معادن معايا بتنتمي للأيلاند سيليكيت أو النيزو سيليكيت إلى جارنت. الجارنت كومبلكس جروب من الأيلاند سيليكيت، بتميز موجودة في الصخور المتحولة، نادرة الوجود في الصخور النارية زي صخور الرايولايت والإيه والجرانيتس. كمان موجودة في نوع من الصخور النارية اسمه الكامبرلايتس، وده صخر ناري بيتميز إن تركيبه عبارة عن أولوفين من النوع الفورشتيرايت وكربونيت مينرالز وإيه وإيه وجرنت من النوع اللي تركيبه بيروب. فالجرنت بيميز الصخور المتحولة.
نادر الوجود في الصخور النارية زي صخور الرايولايت الجرانيت والايه والكامبرلايتس. طيب موجود في الصخور المتحولة زي صخور ايه، زي صخور السيدمنتينايتس الاكلوجايت، كمان موجود في بعض السيدمنتس. الصيغة العامة لمجموعة صخور الجرانيت سوري لمجموعة صخور الجارنت X3Y2SiO4x3. طيب الاكس ممكن تبقى مغنيسيوم اير منجنيز او كالسيوم، الواي ممكن تبقى الومنيوم او ايرن او ايه او كروميوم، والاس اي او 4 باي 3 ثابته في كل معادن عيله مين الجارنت. طيب الجارنت بيتقسم لتو مين جروبز، البريلز بايتس والايه والاوجرندايتس. البريلز بايتس في ثلاث معادن، البيروب والالماندين والايه والليسبسارتين. طيب تركيبهم كله Al2SiO4x3 اللي بيتغير في الثلاث معادن هي الاكس. طيب لو كان الاكس مغنيسيوم البيروب، لو كان الاكس فيروك الومندين، لو كان الاكس منجنيز اللي هو الايه الاسبسارتين. طيب الاوجرين دايتس كلها كالسيوم، الاكس ثابته كالسيوم باي 3 اس اي او 4 باي 3، امال مين اللي بيتغير؟ الواي. لو كان الومنيوم Al2 بيبقى جروسولر، لو كان فيروس اندرودايت، لو كان كروميوم بيسموه ايه اوفاروفايت. يبقى احنا قسمنا الجارنيت جروب لتو مين جروبز، البريلز بايت والايه والاوجرين دايس، كل جروبز من دي فيها ثلاث معادن مختلفه في التركيب الكيميائي. اشهر معادن الجارنيت هو الالماندين، از ذا موست كومن جارنيت. الجارنت قلنا ان هو موجود في الصخور المتحولة، الصخور المتحولة دي صخور ايه ثانوية، بتيجي من الصخور الاولية، الصخور اللي زي الصخور النارية او صخور رسوبية زي الصخور السيدمنتري، تعرضت لضغط وحرارة فحصل لها عمليات ميتامورفيزم. طيب الالماندين ده موجود في الصخور اللي بتتميز بالميدل او الهاي جريد ميتامورفيزم، في صخور الشيست والنايس اللي هي اصلا جاية من صخور بليتيك روكس، صخور رسوبية طينية. الجروسولر برضو جاي نتيجة التحول من صخر اللايم ستون اللي هو صخر الحجر الجيري. الليسبسرتايت والاندرودايت هم mainly found ان الميتاسوماتيك سكار ديبوزيت من التحول بالمحاليل المائيه الحاره لصخور السكار. صخور السكار دي هي صخور متحوله، صخور سيليكات جيريه بتكون غنيه بالسيليكا والالومنيوم والحديد والمغنيسيوم، بيبقى التحول ميتامورفيزم نتيجه تداخل جسم ايه ناري. طيب البيروب موجود في صخر الكامبرلايتس اللي احنا قلنا عليه قبل كده ان هو صخر ناري، بيتميز بوجود النوع الفورشتريتك او الاولوفين اللي هو الفورشتيرايت والبيروب والكربونيت مينرالز. كمان البيروب موجود في صخر الاكلوجايتس، هو من الصخور المتحوله وصخور السيربنتين، بيكون مصاحب للكرومايت، كمان بيكون نادر في اللايم ستون سكار. طب ايه هي الاوبتيكال بروبرتيز اللي بتميز معادن الجارنتس؟ ان هي بتتبلور في فصيله الكيوبيك سيستم، شكل الرومبيك ديدوكاهيدرون اللي هو ذو الاثنى عشر وجها المعيني، هو نون كليفبل، الهاردنس بتاعته حوالي 7، السبيسيفيك جرافيتي من 3.4 ل 4.6. هو في فرايتي كبيره جدا في التركيب الكيميائي، هتؤدي ان انا عندي اختلاف كبير جدا برضو في الالوان، ممكن يكون لونه دارك ريد بلاك، كولرليس، براون، جرين، روز، يلو، اورنج، ده طبعا نتيجه اختلاف التركيب الكيميائي. طيب ايه استخدام معدن الجارنت؟ بيستخدم في الجريندنج ماتيريال في مواد الطحن، كمان بيستخدم كجيم ستونز احجار كريمه زي ايه الرودولايت والديمنتويد وايه والجروسولر. اهم ميزه بتميز معدن الجارنت ان هو معدن ايزوتروبيك. يعني ايه معدن ايزوتروبيك؟ خدنا في الاوبتيكال مينرولوجي ان انا لما هدخل المحلل الاقي انه مع وانا بلف مسرح الميكروسكوب ان لون معدن الجارنت ثابت ما بيتغيرش مع الدوران. طيب الجي ار تي اللي هو معدن الجارنت دي صوره في البلين بولارايزد لايت، بعد ما بدخل بتوين كروز نيكلز بلاقي ان الجارنت بقى اصبح لونه اسود، هيظل اسود ثابت مع دوران المسرح. الام اس ده اللي هو معدن الماسكوفايت، طبعا ده معدن غير ايزوتروبي، عطينا الوان تداخله زي ما احنا شايفين، لكن المعدن اللي لونه اسود ده معدن مين؟ معدن الجارنت. برضه معدن الجي ار تي اللي هو الجارنت، الماسكوفايت اللي هو عطينا انترفيرنت كولر ده الام اس، الكوارتز ده معدن الكوارتز واخد شكل ايه عروق. طيب رابع مجموعه معايا من المعادن اللي بتنتمي لمجموعه النيزو سيليكات او الايلاند سيليكات هي مجموعه الالومنيوم سيليكات.
الجارنت كان منتشر في الصخور المتحولة، وكذلك الومنا سيليكات بتميز بوجودها في الصخور الميتامورفيك اللي الدرايفد فروم البليتيك بروتوليس. البروتوليس اللي هو الصخر المصدر، الصخر اللي الصخر المتحول بتاعي ناتج عن تحوله، فده بيبقى دايما في الصخور اللي بيبقى اصلها طيني. الالومنا سيليكات 3 معادن، الاندالوزايت، الكيانايت والاي والسيلمينايت. بيقول لي ان دولت بيكونوا ايه بيست اكزامبلز اوف البوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ مجموعه الالومنيوم سيليكيت بينتمي ليها 3 معادن اللي هما الاندالوزايت والكيانايت والسيلمينايت، الثلاثه ليهم نفس التركيب الكيميائي اللي هو Al2SiO4 او Al2O3SiO2، لكن بيتميز كل معدن منهم ان هو ليه فصيله بيتبلور فيها. فمعدن السيلمينايت بيتميز بانه دايما بيبقى موجود في الهاي تمبريتشر، ما بيبقاش موجود ستيبل في درجه حراره اقل من 500 درجه سيليزيه. الكيانايت بيبقى ستيبل في الهاي بريشر، الاندالوزايت بيبقى موجود ستيبل في اللو بريشر. ات تمبريتشر اباف 1300 درجه سيليزيه السيلمينايت بيتحصل له تحول للمولايت ومعاه ايه سيليكا ليكويد. المولايت ده مش بوليمورف من المعادن دي لانه ليه تركيب مختلف عنهم، فتركيبه Al6O5SiO4/2 او 3Al2O32SiO2. الاندالوزايت بيتميز ان هو بيتبلور في فصيله الاورثورومبيك، بيتميز بوجود 2 سيتس اوف كليفج ات رايت انجلز يعني تقريبا متعامدين. الهاردنس بتاعته 7.5، الكالر بتاعه جراي اور وايت واحيانا لونه فايلوت. زي ما قلنا ان هو موجود في اللو بريشر، فهو بيتميز بوجوده في صخور الشيست اللي بتتكون في ايه في اللو بريشر. الكيانايت بيتبلور في فصيله التراي كلينيك، بيتميز بوجود 3 كليفج. الهاردنس بتاعته بتختلف، بتتراوح من 4 ل 7، اللون ممكن يبقى بيل جرين لبلو لكالرليس. زي ما قلنا قبل كده ان انا عندي في الصخور الناريه حاجه اسمها ايه البورفيريتك تيكشر او النسيج البورفيري. زي ما قلنا ان انا بيبقى عندي بلوره كبيره في وسط ارضيه فاين جرين. فالكيانايت كمان بيوجد بيميز بعض الصخور المتحوله زي الشيست والنايس اللي بتتميز بوجود النسيج البورفيروبلاست. احنا بنسمي النسيج البورفيري بورفيريتك في الصخور الناريه وبورفيروبلاست في الصخور المتحوله. الكي واي ده اللي هو معدن الكيانايت. الصورة دي صورة بعد ما بدخل المحلل وهو اللون الأصفر ده. طيب السيلمينايت بيتبلور في فصيلة الأورثورومبيك، لونه جري أور جرينيش وايت. الهاردنس 6 ل 7، بيتميز بوجود 1 سيت أوف إي أوف كليفج. زي ما قلنا إن السيلمينايت ده بيتميز إن هو بيبقى موجود في درجات الحرارة العالية، فهو بيبقى معدن دليل على إنه ده عندي هاي جريد أوف الميتامورفيزم. بيتميز إندكس مينرال أوف ذا هايست جريد أوف الأوريجينال ميتامورفيزم. الثلاث معادن بتوع الالومنيوم سيليكيت لما بيحصل لهم التريشن بيحصل لهم تحلل لمعدن السيريسايت، والثلاث معادن بتستخدم في البريبريشن اوف الريفراكتوريز اللي هي صناعه الحراريات. طيب احنا قلنا ان مجموعه الالومنيوم سيليكيت 3 معادن تعرفنا عليهم اللي هو السيلمينايت والكيانايت والاندالوزايت. في معدن تاني اسمه معدن الاشترولايت، وده معدن بيشبه معدن الكيانايت، عشان كده احنا بنذكره في الجزء ده. هو معدن شبيه بالكيانايت بس بيتميز في تركيبه ان هو بيحتوي على ايرن كونتنت وايه وبعض الايه المغنيزيوم. هو بيتبلور ايضا في فصيله الاورثورومبيك، بيتميز انه الهاردنس بتاعته حوالي 7.5، اللون بتاعه من يلوش لتو دارك ريدش براون. كمان الاشترولايت ده بيتميز بوجوده بس في الصخور المتحولة، بيميز الميديوم تو هاي جريد ريجونال ميتامورفيزم من الايه من المعادن اللي اصلها ايه طيني وبتكون غنية بمع ايه بالاير. زي ما احنا شايفين في الفيجر دي السيلمينايت اللي هو الاس اي ال وده البيوتايت وايه والمعدن اللي تحت الجي ار تي ده اللي هو معدن الجارنت. طبعا الجارنت زي ما احنا قلنا ان هو معدن ايزوتروبي فظهر باللون الاسود. بعد كده ده معدن المعدن اللي فوق خالص ده وده معدن الايه السيلمينايت، وزي ما قلنا ان هو بيميز بس المتحولة. ده معدن ده المعدن لونه اليلو، ده معدن الاسترولايت. بعد ما بدخل المحلل الالوان تدخله بتبقى فيرست ايه اوردر.
وبكده بنكون خلصنا مع بعض المحاضرة الأولى في المعادن، اتعرفنا يعني ايه علم المعادن، يعني ايه معدن، ايه الصفيلدز بتاعة علم المعادن، إيه علم المعادن بقدر استفيد منه في دراسة بعض فروع الجيولوجيا الأخرى، بيساعدني في فهم بعض الفروع ازاي، ايه ليه بهتم بدراسة معادن السيليكيت مينرالز، ايه السبب، البيزك يونتس بتاعة السيليكيت مينرالز اللي انا على اعتمادا على اساسها قسمت السيليكيت مينرالز لمجموعة من السب كلاس. بدأنا النهاردة بدراسة اول سب كلاس معايا اللي هي النيزو سيليكيت او الايلاند سيليكيت، اخدت فيها اربع معادن اللي هي الزيركون والاولوفين والجارنت واخر حاجة الالومنيوم ايه سيليكيت. ان شاء الله المرات الجاية هندرس بقى مع بعض باقي مجموعات السيليكيت وأهم المعادن اللي بتميزها. شكرا جزيلا.